السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتاخد لفة بقية الفيديوهات، إن شاء الله هيفيدوا. تاني حاجة، موضوع الفيديو بتاع النهاردة هو كان من الحاجات المطلوبة من كذا حد، وهو اليونت تيستينج. في البداية يعني أنا هشرح اليونت تيستينج كمبدئيا أو بشكل مبدئي، وهنعمل عليها زي تطبيق كده عملي على كام فانكشن صغيرين. ليه؟ لان احنا بعد كده هبدا اطبقها او هشتغل على فانكشن او اتنين فانكشن في البروجكت اللي احنا شغالين عليه بتاع جيت هاب. طبعا لو انت مش عارف فين البروجكت دوت، هسيب لك اللينك بتاع البلاي ليست اللي له علاقه بالبروجكت ده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طب ايه هي اصلا اليونت تيستينج؟ اليونت تيستينج هنا فكرتها اللي انت بتست كل يونت من الكود. يونت هنا مش بمعنى سطر من الكود او بمعنى حاجه معينه، يونت بتتكلم عن كل فانكشن. يعني انا هاخد كل فانكشن كيونت هعمل لها تيست ليها لوحدها. التيست ده ليه فوائد؟ بيفيدك بعد كده اللي انت بيسهل عليك، وفي نفس الوقت اللي انت بدل ما تيجي تعمل او بدل ما تيجي تعمل ران للكود وتلاقي فيه مشاكل وتقعد تعيد وتدور وتشوف فين المشكله، لا ده بيسهل عليك من الاول خالص وبيوفر عليك وقت كبير. يعني في نفس الوقت زي ما انت بتقول انا بضيع وقت عشان اعمل فيه التيستنج دوت، فانت بتوفر وقت في المقابل اكتر من الوقت اللي انت بتضيعه ده. عشان ما نتكلمش اكتر من كده، يلا بينا ونشوف التطبيق العملي بتاعنا اللي هنعمله النهارده ان شاء الله في الكود. يلا بينا. كل اللي عملته اني عملت كريت لبروجكت جديد سميته يونت تيستينج، وجيت هنا هغير بس السيميليتر اللي هعمل رن عليه. احنا كده كده اولموست مش هنعمل رن، احنا محتاجين نعمل بيلد بس عشان نقدر نتشيك التيست بتاعنا. وهنيجي هنا، يعني احنا بنختار البروجكت بتاعنا من نافيجيتور، وبنيجي هنا عند التارجتس بيبقى فيه تحت علامة زائد. ثواني برضو نعمل زوم عليها. يعني بيبقى في عندي هنا علامة الزائد ديت، وهندوس عليها. وبعد كده هنيجي هنا من عند الفلتر هنكتب يونت، هيجي لك ادي يونت اكستنشن، ده طبعا مش تبعنا، فهنختار اليونت تيستينج باندل وهندوس نيكست. هيقول لك انت ايه اللي انت عايزه او اسمها هيكون ايه. هو بطبيعه الحال بيبقى دايما انكلودد اسم الابلكيشن بتاعك او اسم الكلاس او وات ايفر، وبعديها اسم تيستس، وبيقول لك هنا البروجكت بتاعك اليونت تيستينج لان ده اسم البروجكت بتاعنا، والتارجت بيكون اليونت تيستينج بتاعي، وهندوس فينيش. وبكده بقى عندنا الحاجه بتاعتنا او التيستينج تارجت بتاعنا وموجود ومفيش فيه اي مشكله. ده اسمه ثابت ما بيتغيرش معانا. طب ايه اللي اسمه هيتغير؟ الاسم هيتغير الكلاس نفسه او السويفت فايل نفسه اللي هنستخدمه او نستغله عشان نقدر نعمل التيست بتاعنا. فبدل يونت تيستينج تيستس، لا هيبقى كل حاجه حلو يونت تيستينج تيستس، هيبقى كل حاجه موجوده عندنا اللي احنا الاسم بتاع الكلاس وبعديه تيستس. طب ليتس سي احنا مثلا قلنا نعمل حاجه بسيطه في الفيديو ده، فهنعمل ايه؟ هنعمل كلاس بسيط، نيجي هنا كده نقول له كوماند ان، نقول له عايزين سوفت فايل ونسميه مثلا ماث فانكشنز، ونقول له هنا ده كلاس عادي، فنقول له التارجت بتاعنا اليونت تيستينج العادي اللي هو الابلكيشن بتاعنا مش التستنج بتاعتي. فنيجي هنا ونقول له كرييت، حتى اهو جالي في التارجت او ضمن الفايلز بتاعت البروجكت بتاعي. واجي هنا اروح مثلا عامل على دي انتر واخد الاسم كوبي واقول له كلاس ماث فانكشنز واعمل كده. انا كده خلصت اول حاجه عندي ان انا عملت كرييت للكلاس بتاعي اللي هيبقى جواه شويه فانكشناليتيز هقدر اعمل عليهم تيست عندي في اليونت تيستنج بتاعتي. هاجي بقى في التارجت بتاع التستنج بتاعنا اللي هو هنا اللي هو ده، واروح قايل له ايه؟ لا امسح لي الكلام ده، كوماند باك سبيس وموف تو تراش، واعمل لي كلاس جديد اقدر استخدمه عندي. فاروح جاي هنا كده واقول له كوماند ان، واعمل لي فايل تيستنج جديد اللي هو يونت تيست كلاس. بنسرش هنا على يونت برضو بس المره دي بنختار يونت تيست كلاس، وندوس نيكست. وهنا زي ما اتفقنا بنسميه نفس اسم الكلاس بتاعنا بس بلس تيست. هنا حتى جايب لك ان هو سب كلاس من الاكس سي تي او من الاكس سي تيست كيس بتاعنا. نقول له هنا
تيستس. هقول له نيكست. هنا ناخد بالنا ان التارجت هيتغير، بدل ما كان الابلكيشن لا ده هيبقى على اليونت تيستنج تيستس. تمام. وهاجي هنا اقول له كرييت، هيقترح عليك ان انت كرييت بريدجنج هيدر وكده، لكن احنا هنا ما بنستخدمش اي حاجه بالاوبجكتيف سي، فاقول له لا مش عايزين نعمل كرييت لاي حاجه زي كده دلوقتي. فتمام، لان ان كل حاجه عندنا كده عمل لي الكلاس وحتى جاب لي فانكشنز منه لنفسه، احنا مش محتاجين دولت حاليا. احنا اللي محتاجينه السيت اب والتير داون. السيت اب ديت هي اول حاجه بيحصل لها اكسكيوت وانس ان انا عملت ران للتيست بتاعي، والتير داون طبيعي بيكون اخر حاجه بيحصل لها اكسكيوت وانس ان انا خلصت الابلكيشن او خلصت التستنج بتاعي. هنمسح الكومنتس اللي هنا. اه هنا حتى بيقول لك الميثود دي بيعمل لها كول before الانفوكيشن اوف each test method in this class. فهنا بيقول لك ان دي بتحصل قبل كل حاجه بتعمل لها تيست في الكلاس ده. فهنمسح الكلام ده كله. حد هيقول لي بقى السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، انا ازاي اقدر اربط التيست بتاعي لان ده في تارجت بالبروجكت بتاعي او بالكلاس اللي عايز اعمله تيست في البروجكت بتاعي لان ده في تارجت تاني. والرد هنا ان احنا هنعمل حاجتين. انت اول حاجه زي ما تكون بتكرييت انستانس من الكلاس اللي انت عايز تعمله تيست، وتاني حاجه اللي انت بتامبورت البروجكت نفسه عشان يبقى ليه او تدي التستنج بتاعك الاكسسبيلتي ان هو يقدر يتشيك او يقدر يشوف كل حاجه موجوده في البروجكت بتاعك. فهنيجي هنا هنقول له في كي وورد اسمها تيستابل. التيستابل ديت هقول له ايه؟ هقول له اعمل لي امبورت لاسم البروجكت بتاعي اللي هو عندنا هنا اليونت تيستنج. دي كده اول خطوه خدناها. طب ايه تاني حاجه؟ قال لك هنكريت الانستانس، بس قبل ما نكريت الانستانس عايزين طبعا نشوف الاكس سي تيست ديت دوت زي فريم ورك قبل بتعمل لك بيه بروفايد، بيديك شويه فانكشناليتيز كويسه جدا تقدر تعمل بيهم تيست او تقدر تستخدمهم خلال التيست بتاعك، ودول هنشوفهم ونقول برضو كل واحده فيهم اولموست بتعمل ايه، ولو في حاجه ما استخدمناهاش المره دي كده كده ان شاء الله هنستخدمها في الفيديو اللي احنا هنتست فيه الفانكشناليتيز اللي موجوده في جيت هاب بروجكت، او اولموست هنتست فانكشن واحده زي ما يكون تطبيق كده على اللي احنا بنعمله دلوقتي. فقلنا بقى تاني حاجه هنعملها اللي احنا هنكرييت الانستنس بتاعي ونشوف هنعمل بيه ايه. في الغالب لما بنيجي نشتغل في التستنج بنسميه سات او اس يو تي سيستم اندر تيست. فهنيجي كده نقول له عندك فاريبل اس يو تي دوت هيكون من ايه؟ احنا طبيعي عايزين نتيست خلاص الماث فانكشنز بتاعنا او الكلاس ده، فهنيجي هنا نقول له دوت هيكون من نوع ماث فانكشنز، سهله وبسيطه. هنا حتى اعمل لكم كومنت، انا كده كده ان شاء الله الكود ده هتلاقوه موجود على جيت هاب وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن. هقول له سيستم اندر تيست. فسيت اب هنا وذ ايرور ان هو المفروض بقى انا خلاص زي ما قال ده بيتعمل له زي اكسكيوت قبل اي حاجه بتعمل لها تيست عندي. فطبيعي حسيت الفاليو بتاعت السات بتاعنا في السيت اب وذ ايرور. فاروح جاي هنا اقول له السات دوت بيساوي ماث فانكشنز. انا كده عملت له انيشاليز. تمام، فانا كده خلاص عملت انيشاليز للسب بتاعي. وطبيعي التير داون بتحصل بعد كل مره التيست بتاعي بيخلص، فعايز افري السب دوت عشان ما يعملش لود عليا، وفي نفس الوقت عشان ما يحصلش اي ايشو قدام عشان هيقدر يريد ويرايت في نفس الفاريبل بتاعي. فانا عايز في كل مره افضي الفاريبل اول باول عشان اقدر تبقى الدنيا كويسه معايا. فهاجي هنا واقول له السب دوت بي ايكوال نيل free the instance from the memory. دي كده البيزك ستيبس اللي انت المفروض بتاخدها وانت بتعمل التستنج بتاعك. طب حد يقول لي انا ايه بقى اللي ممكن اعمله بعد كده؟ قال لك انت بكل سهوله اللي محتاج تعمله ان انت تبدا تكريت فانكشنز اصلا وتبدا تعمل لها تيست. فاحنا هناخدهم فانكشن فانكشن ونبدا نجرب فيهم. ماث فانكشنز يعني بطبيعه الحال انت هتاد هتسبستراكت هتديفايد، فاحنا قلنا ناخدهم خطوه بخطوه ونشوف هنعمل ايه. فهاجي هنا اقول له function add. اول حاجه الفانكشن اد بتاعتي ديت بتاخد رقمين وبترجع لي رقم، هو هيبقى كله انتجر. هاجي هنا اقول له مثلا عندك first number
ده بيكون int، وبرضو عندك second number وده بيكون انت برضو. واروح جاي كده هنا اقول له ايه، انا عايزك ترجع لي انت برضو. تمام، كل اللي عليا ان اعمله هقول له return الفيرست نمبر بتاعي بلس السكند نمبر. دي كده اول فانكشن بكل صوره انا خلصتها. طب عايزين نعمل لها تيست. فكره التيست هنا قايمه على ايه؟ قايمه اللي انت بتدي له فاليو وتقول له قارنها لي. يعني انت ليتس سي انا عارف الريزلت اللي طالعه من هنا ايه اصلا، فانا عارف ان انا مثلا لو حطيت في الفيرست نمبر هنا 3 وحطيت في السكند نمبر هنا 4، فالمفروض في الريزلت هنا يطلع لي 7، فده احنا عارفينه بطبيعه الحال. فقال لك خلاص انت ممكن تعمل نفس الكلام دوت بس من خلال التستنج عشان تقدر تتست الفانكشن دي شغاله صح ولا لا. وهنا اسمها يونت تستنج. انا باكد عليها ان احنا هنا بنتست كل يونت عندنا في الكود، في كل فانكشن بالنسبه لنا هي يونت بنعمل لها تيست. فنعمل بس كوماند زد كده عشان نرجع الحاجه تاني وعشان ما يديناش ايرور فيزعل مننا، ونروح نشوف هنقدر نعمل لها تيست ازاي. قال لك بكل بساطه احنا هنكريت فانكشن هنا، الفانكشن ديت هنسميها تيست اد. احنا بنبدا دايما في اي فانكشن بنعمل لها تيست بنبدا بكلمه تيست وبعد كده بنحط اسم الفانكشن اللي احنا عايزين نستخدمها. تمام، وطبعا بما ان الكريتيريا بتاعت النيمنج بتاعت ابل كده فبس احنا عملنا كابيتالايز للاسم بتاع الفانكشن بتاعنا. وهنعمل كده ونقول له طب ايه بقى المطلوب مني في الفانكشن بتاعت التيست اد ديت. قال لك احنا عايزين نعمل ريزلت ونقارن بيها، فاقول له ليت الريزلت بتاعتك ديت بتساوي الصاد بتاعي. انا عايزك تاكسس الفانكشن اللي موجوده جوه الصاد ده اللي اسمها اد. فانا عملت جبت الصاد بتاعي وقلت له خلاص انت هات لي الفانكشن اللي جواه اللي اسمها اد. ليه؟ لان الصاد ده هو انستنس من الماث فانكشنز، اللي الماث فانكشنز دي اصلا جواها الفانكشن اللي احنا بنعملها تيست اللي هي الاد. دي الطريقه بتبقى ماشيه ازاي عشان برضو تبقى فاهم كل تفصيل صغير. فلونه 3 و4. فانا بقى عندي شويه ميثودز كويسين جدا ممكن استخدمهم، بس اولموست اللي هنستخدمها في حاجه مثلا لها علاقه بالماث والكلام ده كله، حاجه تتكلم ان انا ازاي اقدر ايكوال تو فاليوز ببعض. فهنا حاجه اسمها اكس سي assert او اكس سي تي assert. في بقى ايكوال، في نوت نيل، في نيل، زي ما انتم شايفين في حاجات كتير، بس احنا اللي عايزينها هنا الايكوال، لان انا بقارن تو فاليوز هل الفاليو دي بتيكوال الفاليو دي ولا لا. فانا اروح قايل له هنا result واقول له هنا 7. 7 دي لان انا كهيومن انا عارف ان نتيجه الرقمين دولت 7، فبالتالي حطيت له هنا 7. والريزلت ديت لان الريزلت ديت هو اللي هيحسبها عندي هنا، فبالتالي لما جيت او لما اجي اجرب ارن الفانكشن ديت هيديني كل حاجه تمام، وهيديني تشيك مارك كده علامه صح يقول لي لا ده انت كده تمام وكل حاجه شغاله زي الفل. نجرب برضو عشان نبقى فاهمين كل حاجه. الاول بنعمل بس بيلد. بعد ما البيلد خلص جاب لي فوق هنا اهو قال لي بيلد سكسيدد. بعد كده نروح جايين ونقول له بقى ايه، انت عندك تو اوبشنز، عندك اللي انت تعمل run للتيست اللي موجود في الكلاس كله، او الاوبشن التاني اللي انت تعمل run للتيست بتاع كل فانكشن انت عاملها. فكده كده ان احنا ما عندناش غير فانكشن واحده، فلو عملنا run للتيست الفانكشن يعمل run للكلاس كله. يعني انت بتعمل run عن طريق الايكون ديت، الايكون اللي هي علامه البلاي ديت اللي بتبقى موجوده زي الدايموند كده جنبيهم. فهنا حتى لو جينا بصينا هو عمل لك تشيك مارك ان هي كل حاجه تمام، وقال لك ان كده مفيش اي مشكله. وزي ما قلنا انت بتعمل الفانكشن والفانكشن دي هي الوحيده اللي موجوده، فبالتالي عمل ران للكلاس كله مره واحده. فكده تمام وزي الفل وما ادانيش حتى اي ايرور واداني التشيك مارك الصح بتاعتي. طب عايزين نجرب نديله رقم تاني مثلا نقول له 70 ونجرب كده نشوف هيقول لي ايه. وهنا حلاوة الموضوع ان انت بيجيب لك يقول لك لا انت في مشكلة عندك، انت هنا حصل فيلير بسبب ان المفروض الناتج يبقى 7 وانت حاطط الناتج 70، ف70 مش بتيكوال 7، فشوف المشكلة دي بقى وحاول تحلها. فدي برضو حاجة من الحاجات الكويسة، انت برضو بتلاقي ان الفانكشناليتيز بتاعتك موجودين هنا بالجنب، ممكن تتشيك او تختار اي حاجة منهم. يعني لما نبدأ نزود الفانكشنز هنبدأ ناخد بالنا من حاجة زي كده. ايه تاني عندي؟ قال لك ان انا عندك xct assert في true، ان انت عندك يبقى في expression هنا بتحطه وتقول له هل ده بيديك true ولا false. قال لك برضو
في حاجات تانية، في ان انت تتشيك الفاليو دي بت ايكوال نيل ولا نوت ايكوال نيل. هنقول له اكس سي تي assert، وهنقول مثلا نيل، فهل الفاليو دي بت ايكوال نيل ولا لا. برضو في حاجة تانية اكس سي تي assert ونشوف كده، نوت نيل، الفاليو دي نوت ايكوال نيل ولا بت ايكوال نيل. فهنلاقي ان في حاجات كتير موجوده، وفي باي ذا واي في زي ايكوال ممكن هنا لو قلنا له في assert not equal، يعني ممكن لو جينا حطينا كده هنا not equal وعملنا run هيشتغل عادي خالص، لان طبيعي الريزلت بتاعتك مش بت equal ال 70، فانت كده اطمنت، حتى لان ادانا الجرين تشيك مارك بتاعته والدنيا شغاله تمام. فاحنا بس هنخليها equal زي ما هي ونشوف ال not equal دي بعدين. دي كده اول فانكشن عندي. فهنكمل بقيه الفانكشنز بتوعنا. هنقول له مثلا عايزين تعمل subtract و multiply، فاولموست هناخد نفس الفانكشن ديت كوبي، نيجي هنا نقول له كده، هنقول له هنا عندنا مثلا subtract وعندك هنا multiply، بس الفرق ان انت هتخلينا يرجع لك دي multiply first number multiplied by the second number، وهنا نقول له subtract. تمام، فدي كده يعني دي اوبشن من الاوبشنز اللي عندنا. فهنروح نعمل لهم نفس الكلام في فانكشن رابعه ممكن برضو نعملها، نقول له هنا اعمل لي ايه، نقول له فانكشن بس دي بقى تبقى مختلفه شويه، هنعملها للديفيجن. هنقول له تشيك ديفيجن ريزلت، وبرضو كالعاده دي هتاخد الفيرست نمبر والسكند نمبر وترجع لي الانتجر. واجي هنا كده راح قايل له ايه ده الكوز بتاعك ودي الفانكشن بتاعتك، بس بدل الانتجر هقول له رجع لي بوليان. دي لان انا عايز اوريكم ازاي نستخدم برضو الاسيرت ترو والنوت ترو. بس الفرق هنا ان انا هديله زي حاجه تالته، يعني ممكن هنا اقول له expected result، والاكسبكتد ريزلت دي بتكون انت برضو، وراح جاي هنا اقول له اعمل لي ايه بقى، اعمل لي ريتيرن ليه، هل ال first number multiplied أو divided by the second number be equal equal ال expected result ديت ولا. فبالتالي هنا هيرجع لي true لو الكلام ده صح، وهيرجع لي false لو الكلام ده غلط. حد يقول لي طب ما هي دي شبه التست شوية، هقول له أنا عارف إن هي شبه الفانكشنز بتاعت التست شوية، بس أنا هنا يعني بديكم زي example عشان نقدر بس نوضح فكرة ال assert true شغاله معانا او نعرف نفهمها برضو اكتر. فكل اللي هنعمله طبعا هناخد الاسم ده كوبي، ونيجي هنا كده في الفانكشن تيست ونقول له مثلا نبدا بيها، نقول له مثلا تيست واعمل لي تشيك ديفيجن ريزلت، وما ننساش كلمه فانكشن عشان دي فانكشن طبعا، ونعمل كده. وكل اللي عليا ان انا اقوله له هقول له اعمل لي اكس سي تي assert true، واعمل لي ايه، هات لي السيستم اندر تيست، هات لي منه الفانكشن اللي بتتشيك الديفيجن ريزلت، وادي له الفيرست نمبر اقول له مثلا 10، سكند نمبر 2، واقول له الاكسبكتد ريزلت بتاعتي ان 10 على 2 طبيعي هتساوي 5. ونيجي هنا ونعمل بيلد، هنلاقي علامه الدايموند اتاكتيفيت هنا، فممكن نجرب نعمل تيست ليها. قال لك بيلد سكسيدد و جاب لك التشيك مارك الجرين وكل حاجه عنده تمام، فمعنى كده ان هو شغال. طب مجرد نقول له 50 نشوف كده هيزعل مننا في حاجه ولا يبقى في مشكله، قال لك لا هنا كده في مشكله، وقال لك ان الاكس سي تي assert true ديت فيلد، معنى كده ان انت في حاجه غلط عاملها. فبالتالي هنرجع دي 5 تاني عشان تبقى كل حاجه عندنا شغاله وما فيهاش اي مشكله. تمام كده، فكده كل حاجه عندنا تمام. وباي ذا واي احنا لو خدنا بالنا هو لسه شايب سايب التشيك مارك هنا صح، مع على العلم ان احنا لسه سايبين دي 70، و3 زائد 4 اكيد مش بتساوي 70، معنى كده ان هو بيتست الفانكشن بس اللي انت بتشتغل عليها، وهنا مديك التشيك مارك ديت باكس او غلط، لان معنى كده ان في حاجه عندك في الكلاس اللي انت بتعمله تيست مش ماشيه بالطريقه المظبوطه، فبالتالي مطلع لك الاكس دي غلط. دي بيطلعها صح في ان كيس ان كل الفانكشنز اللي في الكلاس عندك شغالين تمام مفهومش اي مشكله. يعني لو جينا عملنا كده دي 7 ودي خلاص كده المفروض تشتغل تمام،
وجينا عملنا كده مثلا للفانكشن ديت، او لسه بالنسبه له دي اصلا كده كده صح، فايا كان هتبقى زي ما هي، وبرضه نيجي نعمل كده كده بقى هيتست كل اللي موجود في الكلاس. يعني لما اختار الكلاس نفسه او التشيك مارك اللي جنب الكلاس نفسه، هو بيرن التيستس اللي موجوده في كل الكلاس دوت. فبالتالي هنا برضو كل حاجه تمام ومفيش فيها اي مشكله. وزي ما قلنا انا ممكن اختار الفانكشنز بتاعتي من نافيجيتور اللي على الشمال. طب ايه تاني؟ قال لك انت خلاص انت كده ناقص لك اللي انت بس تكمل الكام يونت او الكام فانكشن اللي موجودين عندك اللي هم عملناهم بعد الاد. فهنقول له مثلا هناخد ديت كده كوبي ونقول له عندك تيست اد تاني وتيست اد تاني. طبعا هنغير الاسماء عشان محدش يقول لي يحصل له كونفليكت. هنقول له هنا مكان الاد عايزين دي تبقى سبتراكت، ومكان الاد هنا عايزين دي تبقى مالتيبلاي. او بكل سهولة انت هنا هتيجي مكان الاد هتقول له مالتيبلاي ونمسح الاد ديت، وهتيجي هنا مكان الاد تقول له سبتراكت. هنا عندك 3 ناقص 4 هتحط له هنا -1، وعندك هنا في المالتيبلاي 3 في 4 هتقول له 12. ونجرب نرن كله مرة واحدة زي ما قلنا. هو حتى لو مش ظاهر هنا دلوقتي علامات الدايموند جنب كل فانكشن، فمجرد ما نيجي نعمل ران للتست بتاعت الكلاس كله هتظهر دلوقتي معانا زي ما انتم شايفين كده، وكله شغال مفيش اي مشكله. برضو عشان يعني الناس تطمن ونتاكد برضو ان في حاجه شغاله صح او لا، هنجرب مثلا نخلي دي -2، ونجرب نرن الكلاس كله مره واحده ونشوف هيدينا ايه في النص غلط. ادانا فعلا ان -2 دي فيها مشكله، مع العلم ان احنا لو جربنا الرن اي فانكشن تانية لوحدها دي هتفضل غلط زي ما هي. ليه؟ لان احنا لسه ما غيرناهاش وبنجرب فانكشن تانية اصلا، فبالتالي انا ما جيتش ناحية الفانكشن دي. على العكس حتى لو خليتها -1 وجينا نجرب كده هتفضل زي ما هي غلط، مش اي حاجة هتتغير الى يعني لحد ما تعمل ايه، لحد ما تدوس على العلامة بتاعت التيست بتاعت الفانكشن ديت او تيست الكلاس كله مرة تانية، هتلاقي كل حاجة اتغيرت معاك مرة تانية. فملخص كده اللي حصل، احنا كل اللي عملناه اللي احنا دخلنا عملنا create لكلاس function. لو انت من الاول وانت بتcreate البروجكت ما عملتش تشيك على التشيك بوكس بتاع، يعني مثلا لو جينا بصينا هنا file new project وقلنا next، وهنا لو ما عملتش تشيك مارك على الانكلود تيستس ديت، فانت محتاج تعمل الخطوات اللي احنا هنقولها. محتاج تيجي هنا على البروجكت بتاعك، ومن تحت هنا بالتارجت بتاعك تعمل اد للتارجت وتضيف التيست يونت بتاعتك او تضيف التيست باندل بتاعتك. وبعد ما عملنا الكرييت للكلاس بتاعنا بالفانكشناليتيز بتاعته، كل فانكشن من دولت بالنسبه لنا تعتبر يونت، فاحنا محتاجين نتيست كل فانكشن من دولت. نقدر نعمل كونتاكت للكلاسز او للتيست مع المين كلاس عن طريق تيستبل، ونحط الكلاس بتاعنا او نحط اسم البروجكت بتاعنا. وبعد كده تقدر تكريت زي انستنس للكلاس اللي انت عايز تعمل له تيست، وتاكسس عن طريقه الفانكشنز بتوعك. متنساش تعمل له انيشاليز في السيت اب وتعمل له فري من الميموري في التير داون. وبعد كده في عرفنا في اكتر من حاجه، عرفنا الاسيرت ايكوال not equal true، وقدام ان شاء الله هنعرف النل والنوت نل، بس دي هتبقى في الاكزامبل بتاع التستنج على الفانكشن بتاعت الجيت هاب بروجكت. وكده بيكون موضوع الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكالعاده طبعا حفظنا خلاص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وانشار الفيديو مع بقيه زمايلنا، ان شاء الله الكل يستفاد باكبر قدر ممكن. وطبعا هستنى ارائكم في الكومنتات او كالعاده على لينكد ان. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.